والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. نجدك من مغازلتهم Oh,
Thank you.
أحد مثلث التقديس، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل الأوان. Amen.
نسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لنصغي. قال الرب هذا المثل: إنسان رح يكون في له كمان محاضرة اليوم،
بقاعات الصغير، ورح يكون له كمان نفس المحاضرة بكنيسة القديس قايس في جرمانا نحن. رح أترك الحديث لأبونا أفرام الحاج اللي هو يعطينا من خبرته ومن كلامه. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بداية يا أحباء أشكر كلنا أفرام أعطاني الفرصة أن أصلي معكم اليوم، أعطاني الفرصة أكبر بسبب حبه وتواضعه أن أحكي أنا اليوم بهذا الدين وأن أوزع يا أحباء كلمة الله التي سمعناها أن توزعها علينا حسب حاجة كل واحد منا. يا أحباء مثل ما ذكر سيدنا نحن نبتدئ في مسيرة الاستعداد للصوم الكبير المقدس. وإنجيل اليوم يا أحباء يقول لنا أن أهم المرض الرئيس الخطيئة التي أسقطتنا من الفردوس، المرض الذي يبعدنا عن الله أن أنفسنا آلهة مقابل الله. في الفردوس قال المجرد للإنسان تصيران كآلهة، الإنسان مدعو لأن يصير إلهاً، الشيطان مضرب وأضل الإنسان بدك تصير إله. كثير إبليسين رددوا هالقول يا أحباء وقالوا لقد صار إله إنسان ليصير الإنسان إلهاً، نحن بدنا نصير إله، الشيطان مضرب وأضل الإنسان أنت بدك تصير إله، ولكن أنت تصير إله إن استقللت عن الله، إن نظرت إلى نفسك أنك إله. المرض الرئيسي يا أحباء الذي يسقطنا دائما ويبعدنا عن الله أن نرى أنفسنا، أن لا يكون نظرنا متوجها نحو الله. هل خطيئة عنك الحديث نظر فضائله، نظر فضائله وغش حاله، وقال انا عم اشكر الله بسبب الفضائل، بس كان ينظر فضائله. لاجل ذلك قال عن الرب يسوع عاد الى بيته غير مبرر. الفريسيه يا احباب ان ترى نفسك قابلا هي مرض، هي المرض الذي يهاجم المؤمنين، ما بيهاجم الزواني والعشاني، ما بيشوف حال الأواني. نحن بنجي على الصلاة ونصلي ونصوم ونتبرع عما في الخبراء، نحن هذا المرض هو اللي بيخبر نرى أنفسنا فاضلين. من شان هيك يا أحباء كل مسيرة الصوم وكل جهاد روحي ما اكتشفه العظيم بولس الرسول انه اول خطا. سؤال بولس الرسول لقد جاء المسيح ليخلص خطا من انا اولها، ان لم اكتشف ان اكثر الناس خطاه لن تستطيع ان شور. إن لم يدخلنا إلى دوائنا ويرينا ويجعلنا نكتشف أننا خطاة، أننا أكثر الناس خطاة. مش هنك يا أحباء جاي بالرسائل وغير الرسائل، بس كما أعطي كثير من أكل
لا يقدرون إلا الله، اللحم لا يقدر هذه ممارسنا إلا يدخلنا إلى قلوبنا وتجعلنا نرى أننا أخطأ. لا تنفع شيئا الكف لا يقدرون إلا الله. يقول فصيلة كبير يقول إن أكلت لحما بلا شهوة أو أكلت عدسا بشهوة فالشهوة هي ما معنى الصوم حتى الطعام لا يساعد؟ لا يساعد الشخصين بس يساعد لا يقبل الله ولكن يهدى النفس يساعدها حتى تعود. مشاهدة أحباء سبيل للعودة إلى الله بجهادنا هذا أن نكتشف أننا خطأ. هذا أجيب اليوم يا أحد الشايب يعلمنا كيف نرجع على الشاطر ولكن كيف نكتشف أننا خطأ في كيف طرق بتركه مسجد. وهي الأهم أن نقف أمام الرب يسوع وقت الوقت كان واحد يبكي بس حالي يبكي وقت الوقت كان واحد يأذن بس حالي يبكي لحتى اكتشف قديش انا صغير لازم وقف قدام يسوع يعني الصبر يعني ما نقول امام الناس يعني الوقف امام يسوع. نحن كثير مرات الصبر يقول لنا اضعف حدوثه لا نوقف امام يسوع وتطلع يسوع وإذا تطلع يسوع فلا تخجل لأنك صغير وقت تكتشف انك صغير. عشان هيك احباء اسال الله لنا جميعا أن يعطينا أن نكتشف هذا الاكتشاف الأهم أننا نخطأ حتى نقبل إليه الباقين بهذا الاكتشاف ويقول لكم اكتب لي أنا الخاطئ.
Yeah.
واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن لمن علينا، ولا تدخلنا في الفتنة. القدسات للقديسين.
محبة تقدموا.
يحفظك الله شعبك وبارك ميراثك. كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.